السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى درس جديد من دروس تصحيح التلاوة قبل أن أبدأ بتصحيح هذه السورة المباركة روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي أن يا أبي تعال فلما أقبل أبي على النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمرت أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا فقال أبي آه الله أخبرك أن تقرأ علي سماني بالاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله امرني ان اقرا عليك هذه السوره وسماك بالاسم فجلس ابي يبكي من انا حتى يسميني الله جل جلاله باسمي ويقرا علي النبي صلى الله عليه وسلم هذه السوره المباركه عندما تري تعظيم الصحابه لسور القرآن وكيف كانوا حريصين وبعضهم هذا يحب سورة الإخلاص فيقرأ بها, بعد فيقرأ بها في كل صلاة فيخبرون النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا يقرأ بنا بالإخلاص في كل صلاة فيسأله ما السبب فيقول لأني أحبها وهي صفة الله فيقول له أحبك الله بمحبتك إياها فكل سورة لا بد أن يكون لها في قلبك مكان خاص نبدأ بإذن الله تصحيح تلاوة هذه السورة المباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم جي, جي. ركزي على إخراج الجيم فلا تجعليه معطشا جا ولا تجعليه غائرا فتقولي جاء إنما هو حرف شجري من شجر الفم من الوسط الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانتبه إلى الكسر والفتح لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يكوني لم تمسكي على الميم الميم ساكن لم يكوني النون مكسورة ثم أنطلق إلى اللام المشددة لم يكون الذين لا تجعليه مدا هنا لم يكن الذين لا إنما تكسرين وتنطلقين لم يكن الذين كفروا كفروا عندما آتي حرف مضموم أضم شفتي تماما كفروا من أهل الكتاب من ساكنة أهل ساكنة كل السواكن لا بد أن تظهر من أهل الكتاب والمشركين والمش كما قلت أهل المشركين كل السواكن أظهريها منفكين حتى تأتيهم البينة منفكين نون ساكنة بعده فاء إخفاء منف أذهب بمخرج لساني إلى الفاء قبل أن أصل إليه مفكينا والكاف مشددة مفكينا حتى سكي على التاء قليلا دون أن تزيدي في الهمس هناك صفة الهمس لكنها خفيفة فلا تقولي حتى حتى كثير أسمع أخوات تقول هذا لا حتى تاء وليس تاء تا. انتبهي سجلي نفسك واسمعي ما تقولي حتى 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 تأتيهم البينة تأتيهم الضمة انطلقوا إلى الساكن رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول لا قل رسول إنما هو إدغام رسول من الله من الله لفظ الجلالة مفخم لأن قبله مفتوح يتلو التاء ساكن أضيف صفته الذي هي صفة الهمس فحثه شخص سكت ولكن لا قلت س يت يت يتلو صحفا صو حو لا قل صحفا لا إنما الصاد فقط هو المفخم صو حو فن صحفا مطهرة مطا ثم أعود إلى الاستفال مطهره فيها كتب قيمه كتب قي لو سمعتي وركزتي كيف ذهبت الى مخرج القاف فسددت المخرج لان اصل القاف مسدود المخرج كتب قيمه واشد عليها قليلا لانه مشدد واخرج الهاء قيمه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب أوتوا الذين ضمة تشعرين أنني أضم شفتي لست بحاجة إلى أن تريني إذا ركزت على الصوت وعلى الحركات تستطيع أن تتقنيها إذا ركزت على الصوت ستعرفين أنني أضم شفتي وأكسرها وأفتحها وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد من بعد ننسكن بعده باء إقلاب من بعد ما جاءتهم البينة جاءتهم الهمزة والألف في كلمة واحدة إذا مد متصل واجب متصل أربع وخمس حركات "وما أمروا إلا ليعبدوا الله" شوفي هذه الثلاث الكلمات أو الأربع فيها أحكام كثيرة، وما أمروا مد منفصل، الألف في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، كذلك أمروا مد واجب متصل لأن الواو مد جائز مد جائز منفصل لأن الألف في كلمة والهمزة في كلمة، كذلك أُمروا الواو في كلمة، والهمزة في كلمة أخرى، العين ساكنة ليعبدوا، ولفظ الجلالة مفخم لأن قبله مفتوح، ليعبدوا الله، ليعبدوا الله، ولفظ الجلالة هنا مفتوح، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء. الهمزة والألف في نفس الكلمة مد واجب متصل ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة انتبهي على الصاد الصلاة ويؤت الزكاة الواو في الصلاة والواو في الزكاة يكتب لكنه لا ينطق هكذا تكتبها العرب لكنها لا تنطقها لا تقول الصلاة ولا الزكاة ولا إنما فوقها ألف صغيرة فتعرفي أنها ألف ليست واو وذلك دين القيمة شدي قليلا عليا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إن مشدد فأشد عليه الذين كفروا فخم الراء من أهل من النون ساكنه بعد همزه اظهار من اهل الكتاب والمشركين الشين كذلك ساكنه والمشركين في نار جهنم النون مشدده امسكوا على النون خالدين فيها والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أولئك مد واجب متصل، هم، أبين الهاء المضمومة والميمة الساكنة، هم شر شر، الراء مشددة مضمومة، البرية، البرية الراء مكسورة فأبين ترقيقها، البرية، والهاء أخرجها. إن الذين آمنوا إن أي نون مشددة تمسكين عليها بمقدار حركتين إن ولا تقولي إن لا همزة كسرة نون شدة إن, إن لا تمطي الياء لا لا تجعلي الهمزة مطة فتقولي إن إنما هي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات، انتبهي على تفخيم الصاد وترقيق اللام والحاء والتاء، الصالحات الصالحات أولئك هم خير البرية، نفس الشيء أولئك مد واجب متصل، الهمزة مكسورة إي إي أولئك هم خير البرية، نفس الكلمة الأولى. جزاؤهم همزة مضمومة، هاء مضموم أبينهم، والمد واجب متصل، جزاؤهم عند نون ساكنة، بعده دال، ما الحكم؟ أحسنتي إخفاء، عند ربهم جنات عدن تجري، عدن تجري، تنوين بعده تاء، إخفاء. تجري من تحتها نفس الشيء إخفاء، من 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 تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، والمد هنا جائز منفصل، رضي رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه رضي انتبه على الضاد والضاد باستطالة ومخرج ضاء رضي الله عنهم ورضوا عنه عنه ذلك لمن خشي ربه لمن نون ساكنة بعده خاء اظهر خاشية ذلك لمن خشي ربه كثره التدريب هو الذي يجعلك تتقنين باذن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته